بعد توقفها عن الغناء في العام 2007 وفجأة وبعد 14 عاماً عادت في العام 2021 إلى الغناء بعد انشغالها بالتمثيل. هي الممثلة والمغنية المصرية روبي التي تحظى هذه الفترة بشعبية جماهيرية واسعة، خصوصاً بعد ظهورها الكثيف في الفترة الأخيرة تمثيلاً. وقد كشفت الفنانة المصرية خلال الساعات الماضية عن استعدادها لإحياء أول حفل غنائي لها بتونس في 28 من الشهر الحالي. روبي التي تعيش هذه الفترة حالة من الانتعاش الفني المتنوع بين السينما والدراما والموسيقى، أطلت على جمهورها خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل رانيا وسكينة الذي تشاركت في بطولته مع الفنانة مي عمر. يعني هو بيتابوكي يعني؟ اطلعي برا مش طالع. ويعرض لها حالياً بدور العرض السينمائي الفيلم الكوميدي واحد تاني الذي تلعب من خلاله دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد حلمي، ويتصدر قائمة الإيرادات منذ طرحه ليلة عيد الفطر وحتى يومنا هذا. وكانت روبي قد حققت نجاحاً نهاية العام الماضي بعد عرض مسلسلها شقة 6 عبر أحدى المنصات الإلكترونية، وتدور حوادثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عقار سكني يلاحظ سكانه وجود أشياء غريبة داخل الشقة رقم 6. فهل سيسطع نجمها مجدداً وتعيش فترة من الازدهار الغنائي مثل الذي عاشته مؤخراً في التمثيل؟